رغم الاعتقالات والقمع، يستمر الحراك الطالبي في الجامعات الأمريكية والأوروبية في التوسع دعما لفلسطين ومساندة لأهالي غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية. حسين السيد. هتافات وأهازيج فلسطينية بات من المعتاد سماعها قرب الجامعات الأمريكية. لم تثني حملات القمع الممنهج طلاب الجامعات الأمريكية عن الاستمرار في انتفاضتهم الداعمة لفلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، بل على العكس امتدت لتشمل عددا من أطياف المجتمع الأمريكي. جئنا إلى هنا للتعبير عن دعمنا لهؤلاء الطلاب الشجعان من خلال دفاعهم عن العدالة والتغلب على حملة الدعاية والترهيب الهائلة. لم يعد الحراك الداعم لفلسطين يقتصر على مشاركة الطلاب أمام جامعة نيويورك، وللمرة الأولى منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات يقيم الأساتذة والأكاديميون مخيم اعتصام خاصا، مطالبهم واضحة: وقف التعاون مع الشركات الداعمة لإسرائيل، وإنهاء وجود الشرطة في الحرم الجامعي، وإلغاء التهم ضد الطلاب الذين جرى اعتقالهم في وقت سابق. أما في أوروبا فيزداد الحراك الداعم لفلسطين زخما من فرنسا إلى إسبانيا وهولندا وسويسرا وغيرها من الدول. في العاصمة الإسبانية مدريد انضم فنانون محليون إلى مخيم أقامه طلاب مؤيدون لفلسطين.